أعزائي الأطفال، اليوم بشرح لكم عن لعبة للأطفال قديمة قبل تفين عليهم الألعاب الحديثة البلاي ستيشن والأشياء، كانوا يستنسخونها من الطبيعة. اللعبة عبارة عن كائن حي قالها الخنانة. الخنانة ذي أنواع، في نوع عريض وفي نوع طويل. النوع الطويل ده، وخاصة هذه من النوع ده، من النوع المزعج فاشل، يعني ما هي من النوع الطيب. النوع الطيب العريض، هذه عبارة عن خنانة وشوكة، شوك سمر ودمنة بعير مخروقة وعود. هذه الخنانة ينزع رجلها قدمها الأخيرة ويوضع فيها الشوكة بهذه الطريقة. لاحظوا، بهذه الطريقة توضع، ثم نضع الطريقة الأخرى، نضع العود داخل روث الإبل، أو اللي هو الدمن حق الإبل. دمن الإبل طبعا ذا نظيف، فنضع الشوكة، نغرزها داخل، فتصبح الآن اللعبة تقريبا شبه ما ركبناها كويس. فتصبح الآن اللعبة ما شاء الله تبارك الرحمن عب. فيستمتعون بها الأطفال أيام زمان. فتلاحظون كيف تعمل هذه اللعبة من الطبيعة. قولوا ما شاء الله تبارك الرحمن على أطفال زمان.